روميو وجولييت حكاية من التراث الإنجليزي. شهدت مدينة فيرونا صراعاً عنيفاً بين عائلتين صاحبتي نفوذ فيها، هما عائلة كابيوليت ومونتاجيو. وقد تفاقمت العداوة والبغضاء بين العائلتين إلى حد كبير، أدى في النهاية إلى سفك الكثير من الدماء. فعاشت فيرونا مرحلة من الاضطراب الذي بات يهدد أمنها واستقرارها. وذات يوم أقامت عائلة كابيوليت حفلا تنكريا دعت إليه أعيان المدينة كلها باستثناء رجالات مونتاجيو وصحبهم. كانت بين المدعوين فتاة بالغة الجمال تدعى روزالين، وكان روميو الابن الوحيد لأهل مونتاجيو يميل إلى فتاتنا الجميلة روزالين. ولكن سرعان ما تغير حب روميو لروزالين عندما وقعت عيناه على جولييت. ما أجمل هذه الفتاة، إنها تضيء كالجوهرة في ظلمة الليل، بل كالحمامة النادرة التائهة بين سرب من الحمام المألوف. سيدتي الجميلة، هل سمحت لي بأن ألتقي معك مرة أخرى؟ لقد شغفتني وأفقدتني الصواب. أنا آسفة لأنني لا أعرفك، ولقائي معك غير ممكن، أرجو المعذرة يا سيدي. يمكننا أن نتعارف الآن إذا سمحت، ما رأيك بذلك؟ والدي لا يسمح لي بالتعرف على أحد غريب. أمنيتي أن أكون من عائلتك أيتها الفاتنة. وهكذا وقع روميو فريسة غرام جولييت منذ أن رأتها عيناه. سيدتي، سيدتي، أسرع يا سيدتي، سيدتي تناديك. عن إذنك. من هذه الفتاة؟ ألا تعرفها يا سيدي؟ إنها جولييت، إنها وحيدة عائلة كابيوليت. ماذا؟ هذه هي جولييت؟ تعرفينه أيتها المربية؟ من هو؟ اسمه روميو، إنه الابن الوحيد لعائلة مونتاجيو. ماذا؟ هذا هو روميو؟ في تلك الليلة جاب روميو حديقة آل كابيوليت هائما مشدود الأفكار إلى محبوبته جولييت. آه جولييت، روميو، جولييت، روميو، لما سموك روميو؟ لما لا تكون حبيبي فقط؟ أما أنا جولييت فلم أعد أنتمي إلى آل كابيوليت بعد الآن. فليكن ذلك، لست إلا حبيبك. من هناك؟ من هناك؟ روميو، جولييت، جولييت، روميو، جولييت. وعلى
وعلى الرغم من العداوة التي كانت تقف حائلا دون لقائهما، إلا أن حبهما كان قويا لا يمكن تغاضيه أو إنكاره، فتهامسا بكلمات الحب واتفقا على الزواج. سيد لورنس، روميو، ماذا تفعل هنا باكرا هكذا؟ وأطلع روميو السيد لورنس على قصة حبه لجولييت، وظن السيد لورنس أن زواج روميو من جولييت سيضع حدا للعداء القائم بين العائلتين، وسيحول دون سفك المزيد من الدماء، ويعيد الهدوء والأمن إلى فيرونا. جولييت! روميو! جولييت! روميو! روميو! وهكذا أقيم الاحتفال بزواجهما سرا بدون علم أحد، وتطلعا إلى اليوم الذي سيبارك به الجميع رباطهما المقدس هذا. انتظر، كف عن هذا يا تيبوليت. لا شك أنك فقدت أصابك يا للعار. هو ماركيشيو، يا صديقي، هيا بنا. ماذا؟ قتل ابن عمي على يد روميو؟ مستحيل، شيء رهيب. واضطربت مشاعر الحب ومشاعر الغضب في صدر جولييت بعد مقتل ابن عمها، ولكن سرعان ما ذرفت دموع الفرح لنجاة حبيبها وزوجها روميو. وأصدر حاكم فيرونا قرارا ينفي روميو من المدينة عقابا له على قتل تايبولت. لقد حمل هذا القرار في طياته حكما كان وقعه أشد من الموت على قلب روميو، فلن يستطيع رؤية حبيبته بعد اليوم. روميو، يا
يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نجاتك. اذهب إلى جولييت هذه الليلة حسب خطتنا، قل لها وداعا، ثم انطلق إلى مانتو لتختبئ هناك، وسيصدر حاكم فيرونا قرارا بالعفو عنك في يوم ما، وعندها ستكون فرحتك أكبر بكثير من حزنك هذا يا روميو. في تلك الليلة ذهب روميو ليودع جولييت متحديا كل المخاطر. روميو أرجوك لا تذهب، أرجوك تمهل. اسمعيني جيدا يا جولييت، سأقتل إذا ما اكتشف أمري هنا، ولسوف نلتقي ثانية طالما كتبت لنا الحياة. روميو سنلتقي ثانية. أجل. إليك هذه القلادة، ستذكرك بي دائما. ودعني يا جولييت. روميو. بالتالي أخبر والد جولييت ابنته نبأ طلب الكونت باريس ليدها. ماذا؟ كيف ترفضين ذلك؟ وما هي اعتراضاتك على رجل رائع كهذا؟ سيعقد القران في الخميس القادم، استعدي للزواج، هل فهمتي؟ شعرت جولييت بالضياع، فما كان منها إلا أن ذهبت لمقابلة السيد لورانس. إن قلبي ملك لروميو، أنا أفضل أن أدفن حيا على أن أتزوج من الكونت باريس، أرجوك. فهمت، ما عليك إلا أن تشربي هذه الجرعة ليلة الأربعاء، ستؤدي هذه الجرعة إلى توقف دورتك الدموية، وستحول دون تنفسك، ستنتزع حرارة جسمك، وستصبح شفتاك ووجنتاك شاحبتين كالأموات تماما. وعندما تفتحين عينيك داخل القبر ستجدين روميو إلى جانبك، لأنني سأرسل كلمة له أشرح فيها حقيقة الأمر. وغمرت الفرحة والد جولييت عندما علم بموافقتها على الزواج، وسرعان ما شرع بالاستعداد لحفل زواج ابنته. أنا خائفة، ولكني سأفعل كل شيء من أجلك يا روميو. يا إلهي ابنتي.
أوه يا للهول، كيف حدث هذا؟ كيف؟ ابنتي. وفي مدينة مانتو حيث يختبئ روميو، روميو لقد ماتت جولييت. ماذا تقول؟ جولييت ماتت؟ وانطلق روميو مسرعا إلى فيرونا حيث ترقد جولييت. وفي الطريق ابتاع سما لنفسه بعد أن قرر أن يموت إلى جانبها. سيد لورنس، ماذا أجابك روميو؟ لقد اعترض طريقي جماعة من اللصوص وسلبوني حصاني، لم أتمكن من إعطاء روميو رسالتك. ماذا؟ يا إلهي، يا لهذا الحظ العاثر، أخشى أن تحدث مصيبة كبيرة. مسكينة يا جولييت، سأمضي ليلة هنا إلى جانبك. سحقا لك يا روميو. من روميو؟ قتلت التايبوليت وأتيت لتكمل ما بدأت به من شر بعد موت جولييت. هيا تقدم، هيا. انتظري الكونت، خذ خذ. جولييت، سننعم هنا في هذا المكان بالراحة الأبدية. جولييت حبيبتي، زوجتي العزيزة. روميو، والآن سأشرب هذا السم لأرحل إلى جانبك. جولييت، جولييت،
إنها مشيئة الله.